عودة بالزمن لعام 2008 وتحديدا لحظة سقوط صخرة الدويقة العملاقة وما خلفته من خسائر بشرية في الأنفس ومعنوية في النفس، أن تغمض عينيك ولست آمنا في مكان سكنك ومعيشتك. مشهد كان كفيلا بلفت الانتباه لمناطق عدة في مصر كبيئة عمرانية غير مناسبة وغير آمنة. ولكن بطبيعة المحارب والمقاتل بصلابة، أبى الرئيس عبد الفتاح السيسي وفور توليه المسؤولية في أعقاب ثورة 30 من يونيو ومطالب الشعب التي حملها على عاتقه، أبى إلا وخوض غمار هذا الملف المهم الذي تحول وبشكل أشبه بالأسطوري من حال إلى حال، من عشوائيات تهدد حياة الملايين إلى مشروعات امتدت في ربوع الوطن كافة شرقا وغربا شمالا وجنوبا، عالجت الخلل في التوزيع الديموغرافي للسكان من جهة، ومشروعات أخرى أدخلت مصر عصر مدن الجيل الرابع من ناحية أخرى. باكورة تلك المدن مشروع مصر المستقبل، عاصمة إدارية جديدة على مساحة 170 ألف فدان بين طريقي القاهرة السويس والقاهرة العين السخنة. يستهدف المشروع جذب حوالي 7 ملايين نسمة، مرحلته الأولى تشمل مقار حكومية ذكية ومناطق سكنية ومدينة طبية عالمية ومدينة رياضية وقرية ذكية ومناطق خدمية وتعليمية ومناطق للمال والأعمال وطرق حضارية تليق بمصر التي دوما ما كانت عاصمتها في مصاف العواصم الأوروبية. مشروع آخر مدينة العالمين الجديدة، مدينة متكاملة في قلب الساحل الشمالي الغربي على مساحة ما يقارب 50 فدان، وتشمل مناطق سكنية تستهدف حوالي 3 ملايين نسمة، مشتملة على الأنشطة السكنية ومناطق ثقافية وسياحية وصناعية وبحثية وجامعة أهلية وفنادق عالمية ومقران للرئاسة ومجلس الوزراء. مشروعات أخرى امتدت في أنحاء الوطن، منها على سبيل مثال وليس حصر افتتاح المرحلة الأولى من مدينة أسوان الجديدة على مساحة 1000 فدان تستوعب 100 ألف نسمة وتوفر 20 ألف فرصة عمل. افتتاح المرحلة الأولى من مدينة ناصر الجديدة غرب أسيوط على مساحة 1600 فدان تستوعب 100 ألف نسمة وتوفر 16 ألف فرصة عمل. مدينة المنصورة الجديدة على البحر المتوسط بطول 15 كيلومتر ومساحة 7211 فدان. مدينة غرب قنا المقامة على مساحة 1400 فدان وتستوعب 120 ألف نسمة وتوفر 30 ألف فرصة عمل. مدينة الإسماعيلية الجديدة على الشاطئ الشرقي لقناة السويس الجديدة تتكون من 6 أحياء سكنية بمساحات متنوعة تستوعب حوالي 250 ألف نسمة، ليصل عدد المدن الجديدة إلى 43 مدينة جديدة، مدن حجر أساسها كان ذات الحجر الذي ضربت به الدولة عدة أهداف في وقت واحد: الخروج من الوادي الضيق وخفض الكثافة السكانية التي استفحل زحفها على الثروة الزراعية وكادت أن تودي بها، إضافة إلى القضاء على العشوائيات وخلق بيئات عدة جاذبة للاستثمار والذي يعود نفعا على المواطن الذي خرج مطالبا بذلك منذ ما يقارب العقد من الزمان. سارة متولي، التلفزيون المصري.